أحبائي وأعزائي أغلى مشاهدين، أهلا بحضراتكم، مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ليلة جميلة وسعيدة على الجميع، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. أتمنى لكم في السنة الجميلة الجديدة كل الخير والبركات، وربنا يعطي لكل إنسان بيسمعني كل أمنياته وكل بركات السماء وكل فرحة الدنيا، ويريح كل القلوب ويستجيب لكل الصلوات. احنا النهاردة موضوعنا مع الجزء الثاني اللي كنا ابتديناه الحلقة اللي مش اللي فات، اللي فاتت كان عيد بقى، كل سنة وانتم طيبين، ما كانش في حلقة، كان الحلقة متسجلة. فالحلقة اللي قبل اللي فاتت هي اتعادت على فكرة الثلاث اللي فات، عنوانها الأدوية والذاكرة والنسيان. النهاردة بنتكلم على الجزء الثاني. أنا هعمل مراجعة للناس الحبايبي اللي لسه بيخشوا لأول مرة النهاردة، هراجع معاكم العناوين بسرعة ونستكمل الجزء الوحيد اللي فاضل لنا، وهو علاقة الأدوية وعلاقة الأكلات بالذاكرة والنسيان. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على بعض الأدوية اللي بتؤدي إلى النسيان، واتكلمنا على الأول، قلنا إن في حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. كان أهم حاجة ركزنا عليها اللايف ستايل، اللي هي نمط الحياة، ال استخدام العقل بشكل جيد وتدريبه بشكل جيد، بحيث إن العقل ما ينامش. العقل عامل زي العضلات، كل ما تتعلمه وتدربه تتوسع مداركه بالقراية، بالرياضة، بالثقافة، بمقابلة الناس، حتى بحل الكلمات المتقاطعة، بالدخول في مشاريع على النت أو على الحياة العملية من دراسة لغات إلى آخره، ده بيزود استخدام العقل وبيخلي الوصلات العصبية في حالة نشاط دائم. عشان كده يا جماعة نصيحتي، اوعى تعجز وانت قاعد في البيت. يعني في ناس بتعجز في سن 100 وفي ناس بتعجز في سن 30. ليه؟ ابو 100 ده قاعد يشتغل ويذاكر ويقرا وينزل ويلعب رياضه ويقابل ناس ويقرا في كتب ويخش على النت ويمرن عقله باستمرار ويخش في مناقشات وفي لقاءات، فالعقل قاعد شباب على طول. وفي واحد في سن ال30 اكتفى بما وصل اليه، فعجز وكش كرمش وبقى عجوز وهو سنه صغير. فالعقل بيكبر وبينضج باستخدامه بشكل جيد. ده اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. الحاجة التانية برضو علقنا على الأدوية اللي مهمة في علاج الألزهايمر ديزيز، واتكلمنا على المجموعات الدوائية المهمة، وهي مجموعات مضادة للأسيتايلكولين. الأسيتايلكولين هي المادة الناقلة العصبية الرئيسية في المخ، وقلنا ان احنا بنزود نسبة المادة دي داخل الدماغ، لانه لو ان المادة دي لسبب او لاخر مش موضوعنا، بتتآكل الوصلات العصبية اللي بتطلع الناقل العصبي او الناقل الكيماوي ده في المخ. فعشان نساعد المخ ان هو ينضج وتستمر الذاكرة في حالة حيوية، بنحرص على زيادة الأسيتايلكولين في الأدوية المشهورة زي الإكسيلون الاريسبت، المواد اللي هي المشهوره ريفاستجمين والدونيزيبيل والجالانتامين. دي ادويه بيكتبها الطبيب المعالج. طبعا انا مش بقول عشان تكتبوها لحضراتكم، عشان تبقوا عارف الدكتور بيكتب لك ايه. بيزود يعني نشاط الماده دي داخل المخ بانه يخلي النواقل العصبيه تفرزها بشكل جيد، او ما تعيدش استهلاكها لانها بتطلع وتتاخد، فبنقول لها عيشي فتره طويله داخل المخ. المجموعه الثانيه اللي اسمها الميمنتين، دي مجموعه دوائيه اسمها نمضة ريسبتور انتاجونست. دي مادة برضو بتؤدي لنشاط الخلايا بتاعة المخ بأنها تمنع المحبطات أو المثبطات الكيماوية داخل المخ. المخ فيه مواد بتنشط ومواد بتهبط، فالمواد اللي بتهبط دي المادة اللي بناخدها اللي اسمها الميمانتين بتقول لها ما تشتغليش، عيب، اقعدي في حالك، بحيث ان المادة المنشطة للمخ تتزايد. وده الجزء التاني من الأدوية اللي بياخدها مريض الالزهايمر اللي هم الميمنتين، هو اسمه في السوق ميمنتين او ميمكسا او ايبكسا، بيتاخد بجرعات برضو تحت اشراف الطبيب المعالج. برضو المره اللي فاتت اتكلمنا على مجموعات دوائيه مهمه جدا نتجنب بيها الالزهايمر. ففي ناس من غير ما تاخد بالها بتعاني من النسيان بسبب ادويه بتاخدها وهي مش واخده بالها ان الادويه دي ممكن تؤثر على الذاكره. اهم هذه الادويه مضادات الاكتئاب الثلاثيه الحلقات الترايسايكليك انتي ديبريسنت، ومضادات الهستامين، مضادات الحساسيه القديمه اللي هي بتنيم
عشان كده دلوقتي الأدوية الجديدة بتاعت مضادات الحساسية ما بتنامش لأنها ما بتروحش المخ، بتشتغل على الجسم من بره. إنما مضادات الحساسية القديمة زي البنادريل اللي هو الدايكلورفين هيدرامين والدايمين هيدرينيت، الأدوية دي زمان كنا بناخدها وبنكتبها للمرضى، فمن ضمن عيوبها إنها كانت بتنيم. طب بتنيم ليه؟ لأنها بتروح المخ، بتعدي حاجز اسمه البلاد برين بارير، بي بي بي. الحاجز ده بيعدي الدواء يوصله للمخ، ده حاجز دهني بيمنع الادويه انها تروح للمخ. الادويه دي عندها قدره على اختراق الحاجز ده، فلما بتروح للمخ بتنيمه. ليه بتنيمه؟ لانها بتضاد الاسيتايلكولين. فالناس اللي بتاخد ادويه الحساسيه القديمه الموديل القديم عشان تنام غير مسموح لها بالاستمرار فيها. طبعا اضف الى ذلك بقى مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان ومضادات الصرع ومضادات القيء. الادويه دي لازم تتاخد بجرعه مناسبة ولفترات قصيرة تحت إشراف الطبيب. برضو مضادات المغص، الناس اللي متعودة على أدوية للمغص وبتاخده بشكل عمالة تبلبع فيه على طول، ده برضو شيء مهم تاخد بالها منه. وعشان كده أنا نبهت المرة اللي فاتت اوعى تاخد دواء لفترات. الناس اللي بتروح للدكتور من 10 سنين تقول لك معلش يا دكتور أصل نسيت المتابعة فتروح له بعد 10 سنين تقول له مكمل على نفس الدواء، مفيش كلام كده خالص. الدواء يتاخد عشان كده لما تروح للدكتور تتأكد من مدة الدواء، تاخده لمدة قد ايه وتروح له في الاستشارة. إذا ما رحتش على الأقل تكلمه في التليفون تقول له أكمل ولا ما أكملش. لكن فكرة إنك تاخده عمال على بطال أمر غير مقبول. أدوية أخرى بتؤدي لتدهور الذاكرة المنومات والمسكنات الكبرى اللي هي زي البنزودايزيبين والناركوتكس، دي برضو غير مسموح بيها، والكورتيزونات لفترات طويله. واحد يقول لي انا ما اخدش منوم، يا سيدي خد ربنا يوفقك ويشيل عنك المرض، بس فكره تاخده سنين طويله لا، لان المنوم ده بينيم المخ، من ضمن الحاجات اللي بينيمها الذاكره. المسكنات بجرعات كبيرة، الكورتيزونات بتعمل نفس المفعول، عشان كده الدواء يسموه هيت اند ران، الدواء اللي بيتاخد لفترة طويلة، الأدوية المزمنة دي اللي لازم تتاخد تحت اشراف دكتور وبجرعات محدده، وناخد المينيمم تشارج يعني اقل جرعه من الدواء مفيده او مؤثره. طيب النهارده ده اللي كنا وقفنا عليه المره اللي فاتت، اكلمكم على مجموعات من الاكل مفيده جدا في موضوع الذاكره. مجموعات الاكل دي بقى نحترس منها كويس قوي، او انا هقراها لكم بسرعه، هقراها بسرعة وأعلق عليها من غير ما يعني أشرح أي تفاصيل، وبعدين هتشوفوها معايا دلوقتي، وبعدين هعلق على كل واحد في كلمة. يعني أول حاجة الأسماك الدهنية اللي هي زي السلمون والسردين، الفاتي اللي بيسموها الفاتي فيش، غنية جدا بالأوميجا 3، ده مهم قوي. انا هقولهم بسرعه وبعدين هعلق. يعني 2 شرب القهوه بجرعات مناسبه لان فيها مواد مفيده جدا. البلو بيريز اللي هو التوت، طبعا يمكن في مصر ما نعرفوش، لكن البلاد اللي بتسمح او منتشر فيها التوت الاحمر مفيد جدا في الذاكره. الكركم، يقول لك انت وشك اصفر زي الكركم، دي ماده بتحيق الاكل موجوده في التوابل، لو انها بتحسن الذاكره جدا. البروكلي، قرع العسل اللي هو بيسموه اليقطين، الدارك شوكليت. ليه بقول الدارك؟ عشان نتجنب السكريات، الشوكولاته الغامقه او الدارك الداكنه يعني. النتس، المكسرات، الموالح، البرتقال واليوسفندي، البيض، الشاي الاخضر. دول ال 11 نوع من الاكل اللي بنصح بيهم. طيب يلا بقى اعدي على كل واحد بسرعه اشرح ايه اللي موجود فيه. مثلا على سبيل المثال نبتدي بايه؟ بالنوع الاول من الاكل اللي هو زي الفاتي فيش او الاسماك اللي فيها الاوميجا 3. الاوميجا 3 دي مهمة جدا، اللي مش بيحب السمك ياكل ما ياخد مكان السمك كبسولات بيسموه زيت السمك او بيسموه الاوميجا 3. دي مواد مهمه جدا، مواد الجسم ما بيعرفش يكونها، لكنها مكون رئيسي من دهون الذهن وتؤدي الى تحسين الذاكره بشكل جيد جدا جدا يعني. فيا اما تاكل الاسماك بشكل جيد اللي هو زي ما قلنا
السلمون او السردين او التونة. بس في نقطة، الناس اللي بتاكل الاسماك دي تاخد بالها ان الاسماك دي جاية من البحار العميقة، فلو ان السمك ده كترته غلط. تقولي ليه ان شاء الله، ما انت لسه بتقول كل السمك. لسبب بسيط، انه لو ان الاسماك دي بتاكل بقايا المراكب اللي ماشية على السطح، اللي هو اللي فيها الليد واللي هو الرصاص والزيبق، فلو ان نسب ضئيلة جدا بتترسب داخل جسم السمك ده، عشان كده لا ينصح باكلها بفترات بكميات كبيرة ولفترات طويلة، يعني ممكن مرة لمرتين في الاسبوع. وينصح حتى بقى كده بيننا وبين بعض، انك تقطع اجزاء صغيرة من البصل على السمك. يعني الستات البيوت عارفين الكلام اللي انا بقوله. طبعا هو مش بس عشان الطعم، لان البصل بيبطل مفعول الزيبق والرصاص. فمش بتحب السمك ومالكش ميل عليه، كلها من وقت للتاني. يعني لما تروح مثلا مطعم وقدامك مرة لحمة، مش كله لحمة ومش كله فراخ، مرة اطلب سمك سلمون غالي شوية بس حلو جدا. ولو مش قادر، خد حبوب او كبسولات زيت السمك اللي اسمها اوميجا 3، هي اسمها في السوق اوميجا 3 يعني. خلاص، دي بتحسن جدا الذاكرة وبتؤدي حتى لتحسين المزاج. ده احنا في بعض الناس بينصحوا باستخدامها للناس اللي عندها اكتئاب كمواد طبيعية مضادة للاكتئاب بدل ما تاخد ادوية الاكتئاب. اتنين، القهوة. القهوة فيها حاجتين، فيها الكافيين، والكافيين ده بيصحصح، بيزود الانتباه والصحصحة، بس طبعا كله بالمعتدل. يعني فكرة انك تشرب لك فنجان قهوة في اليوم مقبول، لكن فكرة 5 6 7 فناجيل ده بقى بيزود ضربات القلب، لان الكافيين دي عاملة زي الادرينالين، بتزود ضربات القلب. فالناس اللي عندها ضغط او عندها قلب ما غير مسموح لها باستخدام الكافيين بكميات كبيرة. الكافيين كمان، القهوة مشهورة ان فيها حاجة اسمها الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسدة، دي بتحسن جدا الذاكرة وبتمنع ظهور المبكر للألزهايمر، وبتحسن حتى الشلل الرعاش. يعني الناس اللي بتاخد قهوة في اليوم لقوا ان بأبحاث كثيرة لفترات طويلة، الناس دول عندهم احتمالات قليلة جدا للإصابة بأمراض الذاكرة او تدهورها، او بأمراض الباركنسون ديزيز، او اللي هو مرض الشلل الرعاش. التوت، التوت في مادة اسمه أنثوسيانين، دي عبارة عن مادة مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، فالتوت ده مهم جدا. فبرضه لو ما لقيناش توت، هناخد بقى اي حاجه، مش لازم تاكل ال 11 اكله اللي انا قلتها، يعني اللي ربنا يوفقك فيه هاته. يعني ايه كمان تاني؟ الكركم. زي ما قلت لكم، الكركم ده عباره عن اللي بيتحط في الكاري. الناس عارفه الكاري اللي هو لونه اصفر، فشويه كاري مش بطلين لو بنعرف نجيبه ونطبخه. ده بره احيانا بيستخدموه لان كان نوع من انواع الحاجه تتشرب، يعني بيعملوا يسخنوها وبيعملوها زي مشروب. مشروب الكاري مشهور في بلاد كتيرة زي الهند. فالكركم ده كويس، بس طبعا هو طعمه مش مقبول لدى البعض، لكن اذا حطيت شوية كان عندك في البيت وحطيته بيحسن الذاكرة وبيساعد على يعني مقاومة الاكتئاب، وبيساعد على نمو خلايا المخ اللي بيسموه ريجينيريشن اوف برين سيل، رغم انه صعب جدا وعمليا غير يعني صعب وصفه، لكن لو ان هو بيسموه نيورو ترافيك فاكتور، يعني مغذي للخلايا العصبية الضعيفة بحيث تتقوى وربما تتكاثر. يعني البروكلي ده مهم جدا، لان البروكلي فيه حاجتين مهمين جدا، فيه مضادات اكسدة. مضادات الاكسدة يعني ايه؟ احنا طول النهار بنستنشق يعني غازات واتربة وعوادم العربيات، بالاضافة ان احنا بناكل اكل في مواد سامة اللي اسمها الشوارد الحرة. مضاد اكسدة يعني بيمنع الشوارد الحرة اللي هي موجودة في الاكل وفي الغازات اللي بنستنشقها من الضرر بالخلايا. المواد دي ضارة جدا، سامة للخلايا، دي مضادة للاكسدة. الاكسجين بجرعات يعني طيبة كويس، لكن احيانا يطلع من الاكسجين فري راديكال زي بيسموها شوارد حرة، دي بتصيب جدار الخلية بالشلل. فلما بناخد اي اكله فيها مضادات اكسده، ده من ضمن الحاجات المهمه جدا، البروكلي اللي موجود في السوق اللي بناخده، بالاضافه ان فيه غني جدا بفيتامين، فيتامين كي. فيتامين كي ده مهم جدا، ده بيديك كميه كويسه جدا من فيتامين كي، وده عباره عن نوع من انواع الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون، وبتصنع ماده اسمها سفينجوليبيد، والسفينجوليبيد ده نوع من
الخلايا، المواد الدهنية اللي بتخش في تركيبة خلايا المخ، فمهم جدا جدا جدا، بيصلح الذاكرة. ايه كمان تاني؟ قرع العسل، ده فيه 3 حاجات، الزنك والمغنيسيوم والكبر، النحاس، في حاجة بيسموها التريس اليمنت، وكلهم مهمين جدا في النواقل العصبية للمخ وحماية الخلية من التآكل. يبقى قرع العسل. شوكولاتة الغامقة مهمة جدا، فيها مادة اسمها الفلافينويد. الفلافينويد ده مجموعة من مضادات الأكسدة، ومش بس كده، بتساعد على حماية المخ من تدهور الذاكرة، دي كمان بتحسن الاكتئاب، لدرجة طبعا الموضوع طبعا يستحق مننا وقت أطول. لكن لو مثلا الشوكولاتة بتحسن جدا المزاج، لأن فيها مادة اسمها السيروتونين. السيروتونين دي المادة اللي المخ بيطلعها من أجل الشعور بالسعادة. أضف إلى ذلك طعمها اللطيف، لدرجة بعض الناس يقول لك بسبب طعمها اللطيف والمادة اللي بتطلعها بيشتركوا الاتنين، طعم حلو مع ارتفاع مادة السيروتونين مع مضادات الأكسدة، فما فيش مانع من قطمة شوكولاتة من وقت للتاني. طب ليه بنقول شوكولاتة غامقة؟ لأن الشوكولاتة العادية كلها سكر، مش ناقصين بقى تسوس سنان ومشاكل ارتفاع السكر وآثاره الجانبية. فكل ما الشوكولاتة تبقى داكنة، يعني بتديك مادة الكاكاو اللي موجودة داخل الشوكولاتة. طبعا مش عارف تجيب شوكولاتة يبقى كاكاو وسكر محدود، مفيش مشكلة، أو مستغلي تمنها يعني. المكسرات، يا سلام على المكسرات، ده حاجة جميلة جدا جدا جدا، بالذات عين الجمل، حتى اللي فيكو يلاحظ لو ربنا كرمك يعني وفقك واشتريت عين جمل. معلش هو غالي شوية بس حلو جدا. بص لعين الجمل هتلاقي غريبة جدا، شكل الثمرة نفسها عامل زي المخ، وكأن الثمرة بتقول لك كلني، لأن جواها الأوميجا 3 وجواها مضادات أكسدة وجواها مواد بتساعد على التئام التآكل اللي في خلايا المخ. تمام. فيها كمان فيتامين ه اللي هو فيتامين إي، مهم جدا لخلايا المخ. الأورنج، الموالح، برتقان، يوسفندي، جوافة، أي حاجة من دول. واحدة برتقانة حلوة جدا في اليوم. فيتامين سي ده مهم جدا، انه بيساعد على الاحتفاظ بحيوية خلايا المخ. البيض، طبعا البيض هنا بأنصح بأكله إلا لو في موانع من أكله، سمنة، أو بنحط عليه كمان احتمالات ارتفاع. الناس اللي عندها كوليسترول عالي جدا، هو ما على فكرة البيض لوحده ما بيرفعش الكوليسترول، لكن اللي عنده كوليسترول فائق العلو ما يكترش منه. البيض ده فيه فيتامين B6 وB12 وفوليك اسيد وكولين، كلها مواد مفيدة جدا جدا، بالذات صفار البيض، وكلها مهمة جدا لتكوين خلايا المخ، وده شيء رائع جدا. الشاي الاخضر عامل زي القهوة بالظبط، فيه مواد مضادة للأكسدة ودي بتساعد على التركيز. يبقى انا كده لميت مع حضرتك كل الاكلات اللي تاكلها، نقي بقى من اللي انا قلته في درس النهاردة اي اكلة من دول اللي يوافقك. عايز تجيب اوميجا 3 ماشي، فنجان قهوة ماشي، شاي اخضر ماشي، شوكولاتة غامقة ماشي، برتقانة ماشي، عندك تنويعة كبيرة اختار منها اللي يناسبك. طيب اخر بقى حاجة عندنا النهاردة هنشوفها مع بعض دلوقتي، ايه هي الاكلات اللي ما تاكلهاش. يبقى احنا قلنا ناكل ايه نحافظ على الذاكرة بنفس قدر الأهمية، الأكلات اللي ما ناكلهاش. 1، المواد المسكرة، أي حاجة سكرها عالي. تقولي طب أنا يعني ما أكلش سكر؟ يا سيدي ربنا يوفقك وكل سكر. لو كلت مرة من نفسك في كل كام يوم مفيش مشكلة، لو في المرة كلت حبة قليلين مفيش مشكلة. هم لقوا ان الافراط عشان محدش يزعل مني في السكريات، حتى الناس اللي ما عندهاش سكر لقوا ان ارتفاع السكر يؤدي الى تثبيط خلايا المخ، لدرجة انه عملوا دراسات كبيرة جدا ان بياكل وجبة دسمة من السكر، يعني ياكلوا حلاوة، ياكلوا جاتوه، ياكلوا كل اللي يحبوه، كمية سكر ضخمة، كيك مش عارف ايه، هبش له نص تورتاية، ضرب له بطرمانين مربى، لقوا ان تركيزه يقعد مختل لمده 2 لـ3 ساعات، صوروا بعدها. ده اضافه بقى ان هو بيؤدي للسمنه وارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم وخلل في وظائف الشرايين، ده غير كده اللي هو على المدى البعيد. لكن الاكله الواحده تؤدي الى
ضعف او اضطراب في الذاكره لفترات قصيره، وبالتالي ننصح بالاعتدال جدا، واذا من نفسك كل كميه قليله ما تتعبكش، ويا ريت لما تاكل السكر ما تاكلوش بعد الاكل، لان اكل السكر بعد الغداء مباشره بيؤدي لعسر هضم وارتباك الانزيمات الهاضمه والخمول والوخم، واحنا مش ناقصين وخم، هو موجود لوحده. فاهم الفكره ازاي؟ ادي واحد. تاني حاجه اللي اسمها الكربوهيدرات المصنعه زي الدقيق الابيض، نفس فكره الموضوع، بالذات الادويه اللي بترفع السكر مره واحده. يعني على سبيل المثال، مثلا اني مثلا اكل تفاحه ولا اشرب عصير تفاح، اكل برتقانايه ولا اشرب عصير برتقال، لا اكل برتقانايه، لان في حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس اللي هي درجه ارتفاع السكر في الدم، مش موضوع انا اكلت سكر، لا هو دخل الدم وعلي فيه لمده قد ايه او بعد قد ايه. هو السادن رايز في البلاد شوجر، الارتفاع المفاجئ في سكر الدم ده اللي بيأثر على الذاكره. تمام؟ وعشان كده ناخد بالنا مش بس من السكريات لكن من الدقيق الابيض. يعني الناس اللي بتحب تاكل عيش، كل عيش اسمر احسن عيش. العيش الابيض بيبقى عليه كمية سكر، حتى انت لو كلت عيش فينو جاي من الفرن هتلاقيه معجون بشوية سكر وتلاقي طعمه مسكر، واللبابة بتاعته كلها دقيق. طب نفسك ما فيش مشكلة، ربنا يوفقك ويبعد عنك الشر، كلك ساندوتش، لكن فكرة تضرب لي 30 ساندوتش ونقعد بقى نجيب في حلقات في التلفزيون كل كميات مش عارف فيها، الكلام ده كله مضر جدا جدا جدا. طيب ثلاثة، الاكل اللي فيه حاجه اسمها ترانس فات، الدهون المشبعه، دي موجوده في ما نسميه جانك فود. الجانك فود اللي هو الاكلات اللي بتتباع في محلات الدليفري. ليه بقى؟ دي عباره عن مواد، حتى تلاحظ الاكل تلاقيه في بقك، انا اسف، ملايط كده مدهنن، لان حاطين فيه انواع من الدهون شديده السماكه، بتدي طعم رائع واحساس رهيب بالشبع. دي المواد دي ضارة جدا، زي ما بتليط على لسانك كده بتليط في معدتك وتليط في الشرايين، تلزق كده. فدي منتهى الخطورة، السناك فودز، البسكوتات المارجرين اللي هي السمنة الصناعي المهدرجة، منتهى الخطورة. وبالمناسبة عشان بس اريح دماغك، اكتر سمنة صحية على عكس ما احنا كنا كلنا بنسمع هي السمنة الطبيعية. هي تصور السمنة الطبيعية اكتر سمنة صحية. طب الا انا عندي دهون يا سيدي، بلاش، كل كمية قليلة جدا او كل من غير دهن خالص، لكن مفيش داعي تحط حاجة على اكلك فيها دهون صناعية. عايز نفسك فيها هات سمنة صناعية، سمنة طبيعية اسف، لكن فكرة انك تشتري سمنة صناعية ايا كان اسمها بقى، وعملنا ايه ودخلنا ايه وسخنا ايه وبردنا ايه وهدرجنا ايه وما هدرجناش ايه، كل الكلام ده للبيع السريع، لان مش معقول السمنه الطبيعيه 150 جنيه الكيلو ولا 120 جنيه الكيلو زي السمنه 20 جنيه الكيلو، لا دي سمنه طبيعيه ودي سمنه صناعي تعرضت لضغط عالي والسخونيه عاليه، غيرنا طبيعه الدهون اللي فيها فبقت دهون مشبعه اسمها ترانس فات، دهون غير مشبعة. دي خطيرة جدا، غير بقى انها بتأثر على الذاكرة، بتأثر على الشرايين والكوليسترول والصحة العامة يعني. طيب ايه كمان تاني؟ الاكل اللي يسموه الهايلي بروسيسد فود، الاكلات اللي هي جاهزة للطبخ على طول. زي ايه يا جماعة؟ زي الحلويات، زي النودلز، او مش عايز اقول اسمها بقى، انتوا عارفين انا بتكلم على ايه، على الاندومي والحاجات اللي زي كده. يعني الحاجات اللي بتبقى جاهزه تتحط في المايكرويف، زي الفشار بتاع المايكرويف، زي الريدي ميتس اللي هي الاكلات اللي فيها لحوم مصنعه، زي اللانشونات والبسطرمات والكلام ده، برضو بتكلم على الكتره. ليه؟ لان المواد دي عليها مواد حافظه وتم تصنيعها بإضافات معينة، هذه الإضافات ليست صحية للذاكرة. نفسك تاكل ألف هنا، إفراط لا غير مسموح بيها. تمام؟
تؤدي إلى اضطراب الذاكرة والتهاب في الأعصاب وعدم مرونة المخ، وبعد كده تشتكي بعد سنين. بقى أنا مش بقول واحد كله سندوتش بسطرمة في العيد كل سنة وأنت طيب، مش جاي أنت تنكد علينا يوم العيد يا سيدي، كل بالهنا والشفا. لكن فكرة كل يوم كل يوم النهاردة بسطرمة وبكرة لانشون وبعد وبعد، كل لما الأكل كان طبيعي كل لما البني آدم يبقى طبيعي. عشان كده بصوا أهالينا في زمان، يعني أنا أتذكر حد من قرايبي في الفلاحين كان يجيب البرام بتاع الفخار، كان يعني لا انسى، كان كنت اشوفه كان يحط نصه عسل او جزء منه عسل جزء سمنه، ويحطه في الفرن يسخن وياكله يغمزه، وصحته كان يشيل المؤاخذه الطور يلف يشيله ويلف هو مكانه في الساقيه، وكان يلعب. ليه بقى ما صحته كويسه؟ اولا بياكل اكل صحي، طبعا مش باكل كده كل يوم يعني، وان يطلع يمشي في الحقل يعزق ويشيل، فبيحرق ده كله ويطلعه عضلات. يعني حتى لو في يوم من الايام اكل اكل تقيل شويه لما بيحرقوا عضلات، احنا بقى بناكل على اعاد، هو بياكل على حركه. نمره خمسه، السكريات المحليه الصناعيه، مش كلها، اختارها ماده اسمها الاسبرتام، دي تقريبا اضمحلت في العالم كله، ما بقاش الا بعض الشركات اللي بتصنعها دلوقتي، طلع مواد كويسه جدا مكانها زي السكروز والسكرالوز والستيفيا، مواد درجه الحلاوه بتاعتها عاليه جدا لكن ما فيهاش سكر، بتبقى من 100 ل 200 ضعف طعم السكر. دي دلوقتي ابتدوا يستخدموها للتخسيس ولوقايه مرضى السكر من ارتفاع السكر، ما عدا الاسبرتام، لان الاسبرتام لقوا ان هو كان بيضاف زمان للمواد الغازيه. عشان كده لو مثلا بتشرب دايت كوك اقرا هل هي معموله من اسبرتام ولا سكرالوز، لو لقيتها من اسبرتام لا بلاش. نفسك تاخد خد لك حبه صغيرين بسكر ارحم، او عاوز تاخد شويه اسبرتام كولا بالاسبرتام، ما تكترش، مش كل يوم تضرب لك 7 لتر الصبح و7 لتر بالليل. تمام؟ طبعا واحد يقول لي هل المواد دي آمنة؟ أيوة آمنة، احنا بنتكلم على واحد كل يوم بياخد منها كميات ضخمة، لقوا ان المواد دي صعب التخلص منها وبتترسب في داخل المخ. طبعا الكحول اللي هو الكحوليات بالذات اللي بياخد كميات كبيرة من الكحول وبيدمنه، طبعا انتوا عارفين اللي بيشرب الكحول حتى بيجيله عدم القدرة على التحكم فيه غرائزه وفي كلامه، يعني ان هو بيمتص بيروح للمخ على طول فبيؤدي لتدهور الذاكره يعني. الاكلات اللي فيها زي ما قلت لكم رصاص، زي ما قلت قبل كده دي جبت سيرتها في السلمون وفي التونه، خلي بالك زي ما قلت لك قطع عليها شويه بصل صغيرين. دي نقطه مهمه قوي بقى، الاكلات المحفوظه، خلي بالك بقى من الكلمه دي اللي فيها ماده اسمها مونو صوديوم جلوتاميت، بصوا في الرسمة قدامكم اسمها ام اس جي، الملونة زي الشيبسي والحاجات المقفولة. طب هم بيحطوا المواد الملونة دي عشان تحفظ الاكل من انتهاء صلاحيته، بتعيشه فترات طويلة ربما شهور. طب اكل شيبسي ولا ما اكلش؟ كل، بس خلي ماما تحمره لك في البيت احسن. طب عاوز تاكل منه اكياس؟ كل، بس ما تكترش. ولادنا الصغيرين اللي بياكلوا طعمه طبعا رهيب لانه طعمه جميل ولونه حلو بيدي لون وطعم، لكن كتره تلاقي الولد يشتكي من انه عنده مشاكل في الذاكره. طب اكل ولا ما اكلش؟ من نفسك، لكن بدل ما اجيب الحجم العائلي اللي هو بيوكلني انا والعماره وناكله في الاسانسير كل اللي داخلين وطالعين نعزم على بعض ونفضي الكيس ونقعد نقرمش فيه كلنا، كل من نفسك واحد نكمل، ماما تقول له طب انا هعمل لك في البيت. زي ما قلنا بقى الاكلات الجاهزه، اللحوم المصنعه، كل دي عليها مواد ملونه. كل لما تلاقي الاكل متلون وريحته شديده وطعمه محبوب تعرف ان الاكل ده محطوط عليه المواد اللي اسمها المونو صوديوم جلوتاميت. وانتم ممكن على فكره تعرفوا اللي انا بقوله ازاي، بص اي دلوقتي بالقانون، قانون الفود اند دراج ادمنستريشن هيئه الصحه والدواء، اي اكله موجوده لازم مكتوب عليها المكونات من بره. بعد ما سمعت المحاضره دي كلها بص على الكلام المكتوب، هل في حاجه من اللي انا قلتها موجوده؟ يعني في مونو صوديوم جلوتاميت، في اسبرتام، في
مواد ملونة أو حافظة في ترانس فات، اقرأ الكلام ده بعينيك عشان لو لقيته يبقى القاعدة زي ما بيقولوا، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، كل برحمة، ارحم جسمك، كل ما يبقى الأكل طبيعي كل ما يبقى جسمك أحسن. كل خضار بكثرة، كل فاكهة بكثرة، العب رياضة بكثرة، اقرأ كتير، هتحافظ على ذاكرتك لأطول فترة ممكنة. أشكركم على محبتكم ومتابعتكم، أرجو أكون غطيت الموضوع، الأدوية والأكل وعلاقتها بالذاكرة والنسيان، وكل مرة وحضراتكم طيبين. هنفتح بقى التليفونات لاستقبال تليفوناتكم، وأنا سعيد إني بسمع حضراتكم. معانا أول تليفون من سوهاج. أيوة، ألو، إصابات من سوهاج. ألو، إصابات، الو. طب معلش، واضح ان اليسابات راحت مننا، يعني معلش اليسابات تتعب وتكلمنا مرة تاني، يبقى كتر خيرك لو اتكلمتي مرة تاني. يعني معانا عماد من اسيوط. ايوه عماد، اتفضل. مساء الخير دكتور. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. معايا كرونس عنده سنة وأربع شهور. عنده الزهايمر بدري كده. حضرتك جه مرة واحدة كده وكانت الشنجات، كان سخن، وخد كان واخد دب. طب معلش يا عماد ارجع كلمنا تاني. معانا مجدي من المنيا. ايوه يا مجدي، ازي حالة يا دكتور؟ اتفضل يا حبيبي. ازي حالة يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضل. كل سنة طيب. صحة والسلامة حبيبي، اتفضل. المدام عندها تقرحات في المثانة، دي لها يجي سنتين تعبانة أما تاخد علاج مش نافع، ومحتار مش عارف دلوقتي ليها عملية ولا ليها علاج. التقرحات، خدت عينة من المثانة؟ لا ما خدناش عينة المثانة، منظر استكشاف. طيب كان في عملت مزرعة للبول؟ عملت مزرعة للبول؟ ايوه. طيب انت بص، خدت علاج كتير، مضادات حيوية لتقرحات المثانة، ومش نافع معاها العلاج خالص، وهي بتتألم على طول، يبقى بتتألم على طول. الافضل انك تعرضها على استاذ مسالك بوليه، لان ممكن يبقى فيه علاج غير الادويه. لا طيب، هي تقرحات المثانة يا دكتور يكون لها شيء مثلا، حاجة زي كده، يكون ليها ايه؟ ما سمعتش. بتكون لها كي في المثانة. بتتعالج يا اما بحاجه اسمها التردد الحراري او بالليزر او بالكي. فعلا لان هي خدت علاج كتير، مضادات حيويه، وما ينفعش خالص ما هو العلاج، طالما الم مستمر لو على طول المضادات معايا. الحيوية ما جابتش نتيجة أو حصل انتكاسات لغاية 3 انتكاسات، بنضطر نخش للإجراءات التانية. يعني اروح لدكتور مسالك اقول له خدت مضادات حيوية ما نفعتش، تخش على الحاجات اللي هي زي اللي قلت عليها يا دكتور؟ بالظبط، وربنا يتمم لها الشفاء إن شاء الله. تعيش يا دكتور، تحت تعيش أمرك الله يا حبيبي، يخليك. طب ما العفو. تعرفش، معانا سهير من القاهرة، ازيك يا سهير؟ سهير من القاهرة، ألو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أستأذنك، أنا بنتي عندها 9 سنين. كويس، تمام. في سنة تانية، هي بتقعد تكلم نفسها كتير وبنسرح كتير قوي، وفعمل فالاختبار طلع 84%. كويس. هو ممكن تقفي في مكان فيه شبكة لأن الصوت بيقطع. حضرتك سامعني كده؟ اقفي في مكان فيه شبكة، الصوت بيقطع. حضرتك سامعني؟ هو أنت سالفة التليفون ولا بتاعك؟ لا بتاعي. طب لو كنت سالفاه يعني خلي الراجل يديك عدة كويسة، يعني التليفون مش واضح خالص. طب حضرتك سامعني كده؟ صدقيني سمعتك. تمام.
هو دلوقتي بقول موضوع، لحضرتك لا انا سمعتك ما تعيديش الكلام. لو كان مستوى الذكاء منخفض شوية ده يخلي البنات، الناس الولاد او البنات يكلموا نفسهم فعلا، انها بتبقى عمالة يعني زي ما بتلاقيش حد يفهمها، فبتاخد وتدي مع روحها بسبب الموضوع ده. هو طبعا في حاجتين مهمين تعمليهم، اولا اوعي تنقضيها او تقللي من قدراتها او تزعقي لها او كده، وتاني حاجة لازم توديها تنمية مهارات وتعديل تمام. سلوك. تمام، انا بدات اوريدي يا دكتور في تنميه المهارات، بننزل دلوقتي كورسات تنميه مهارات، كويس. بس الاخصائيه بتقول لازم ان انا اسيب المدرسه التجريبي وانزل الحكومه، فانا مش عارفه اخد القرار ده، ان قالت ان هي في التجريبي مش هنعرف نكمل معاها، شوفي، هو جرى العرف ان فقالت لي لازم. جرى العرف ان التجريبي لازم المستوى الذكاء يعدي 100. اذا جربت السنه دي، وطبعا انا انصح كمان انك تعرضيه على طبيب، لان ممكن تكون محتاجه ادويه تحسن لها الذاكره شويه. اذا ما استجابتش السنه دي مع الاخصائيه الاجتماعيه يبقى الكلام مظبوط، بس اديها فرصه. تمام. طيب استنى، ما نقلش دلوقتي، ما نقلش دلوقتي لحكومة، اصبر شوية. اصبري شويه، اديها فرصه، لانه كل ما مستوى التعليم يبقى حلو يشدها لفوق، بس بشرط انها ما تتعقدش. يعني لو دخلت فصل اعلى منها بكتير ممكن تتعب. فجربي السنه دي، لو لقيتي على اخر السنه درجاتها مش كويسه يبقى الافضل انك تنقليها حاجه غير التجريبي. الف سلامه. تمام، احنا اوريدي في تأذنك في الاختبارات بتاعة المدرسة، احنا في الامتحانات هي اوريدي ما بتبقاش فاهمة قيمة الامتحان، فما بتحلش خالص، مع العلم ان هي بتبقى على الأسئلة ما انا بقول لك واضح وعارفة ده الإجابة. كده، احنا محتاجين ناخد ادويه تحسن الذاكره والانتباه. انا انصح تديها اوميجا 3 تحت اشراف دكتور، وتزودي عدد المرات اللي بتروح فيها تنميه مهارات وتعديل سلوك. الف سلامه. اليصابات من سوهاج. ايوه يا اليصابات، الو الو، النهارده مش يوم اليصابات خالص. الو، ايه يا دكتور مع حضرتك؟ اهلا الو وسهلا، اتفضلي يا ماما. يا اهلا دكتور، بيك. ايوه يا ماما اتفضلي، مساء مساء النور. الخير يا دكتور. اهلا بيك اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا من فتره طويله يعني لعده سنين بعاني من مشكله غده النوم، كويس. وكنت بروح للدكاترة وبيدوني منومات كده، وعدت السنين دي كنا أشكر ربنا على النعم من ربنا، لكن أخيرا وصلت الدكتور راح قال لي أنت عندك اضطرابات في فراغات المخ، كويس واداني كيوب كولي، كويس. هو 150 بس من الغشام من السن على 75 يعني، ورميرون، واداني لامكتال. هل دول يا دكتور استمر؟ هو قال لي استمر عليهم من 3 لـ 6 شهور، انا دلوقتي ليا 3 شهور، هل استمر عليهم اديهم ضرر عليا ولا ايه؟ انا كواليه حالتي دي، انا مش عارف، انا لا، ضايقت هو بصراحه. 3 لـ 6 شهور فترة مناسبة جدا. قليله لا ولا كويسة، مناسبه؟ لا مناسبة جدا، كويسة. بس لما يحصل انك انت ترجعي للدكتور بتاعك تخليه يسحب لك التدوية، الأدوية بالتدريج. عقلية دي يعني ينقص لي الجرعات بالتدريج. بالظبط كده، اوعي توقفيها مرة واحدة. طيب طيب طب ماشي ماشي، يعني هو كده بس. هو كده بس ان شاء الله. معانا وحيد من سوهاج. ازيك يا وحيد؟ مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا غالي. كنت تمام طيب ودلعيان ان صح، شاء الله يا دكتور، شكرا يا حبيبي، ويخليك اتفضل. ويخليك لينا ان شاء الله. لا خليك تعيش. دكتور انا الله يخليك يا دكتور، انا معايا ولد كان عنده كهرباء في المخ، تمام، وكان اخذ الدلاتين والتريتام والتغيير الطول والابترين، كل دول مع بعض. كان اخذ هو كان عنده كهرباء 3 فاز ولا ايه؟ مش عارف والله دكتور، 12 فاز. لا هو المفروض الأدوية دي تتاخد بالتدريج وما يتاخدوش كل دول مع بعض، ده كتير قوي. ما هو
صدقني يا دكتور الكلام ده ما كانش دايما للدكتور يا دكتور. لا لا ما يجراش حاجه، بس المفروض ان الادويه دي تبقى لفتره محدده لغايه لما الكهرباء تختفي، وبعدين نقلل الجرعات بالتدريج. طب ما هو الحمد سؤالك لله، ايه؟ هو طيب خف الحمد هو سؤالك ايه؟ طيب اتفضل. هو هو الحمد لله خف دلوقتي، فسحب منه الدباكين. ايوه كده كويس. سحبه منه، فدلوقتي يا دكتور في يعني نسبة صعوبة في الكلام شوية. لما سحبوا فيه صعوبة في الكلام؟ لا لما هو لا من هو من الأول في نسبة صعوبة في الكلام طب شوية. بس قول لي الكلام يعني مترتب صح عشان أفهمك، يعني صعوبة الكلام ده من لا بدري؟ هو من بدري يا دكتور، من بدري ما تديني مراتك، شكل مراتك اللي فاهمة مش أنت. ليه يا دكتور؟ ما انا هديك يا دكتور. يا مراتك قاعدة جنبك بتمش بتود، مراتك بتوشوش في ودنك. لا ده مش شراب صغير يا دكتور. طيب قول 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 قول. بص الصعوبة في الكلام كل الكلام ولا كلام وكلام؟ لا في كلام كلام يا دكتور، يعني زي كلمة جد ما يعرفش ينطقها على طول كده. هو عمره قد ايه؟ يعني هو عنده 4 سنين 5 سنين. طيب بص ده يتحسن بالتخاطب ما تخافش. يعني هو بيجيب التخاطب يا دكتور؟ اه اديله اديله جلسات تخاطب هيبقى كويس قوي قوي. ده ممكن يكون بسبب ان الكهرباء اثرت شويه على مركز الكلام. تمام يا دكتور، يعني ما فيهوش صعوبة. لا ما تخافش، طالما التشنجات وقفت خلاص. طيب تمام. انا دكتور هو العلاج ده بيعمل تخفيف عنده يا دكتور؟ ماله؟ يعمل تخسيس عنده؟ لا معلش تخسيس بيخسسه يعني؟ يعني بيخسس يا دكتور العلاج ده؟ اه بيخسس اللاميكتال بيخسس طبعا. ماشي يا دكتور، شكرا لك. العفو حبيبي تحت امرك. معانا ابن الرب من سوهاج. الو الو الو، اطفي التلفزيون واسمعني من التليفون من فضلك. ماشي 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 معاك حضرتك. اتفضل انا معاك انا سامعك. الو ايوه اتفضل حبيبي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي اتفضل. كل سنه حضرتك طيب يا دكتور. صحة والسلامة اتفضل تحت امرك. دكتور انا كنت عامل تحليل تراكمي بتاع السكر لقيت 11 يا دكتور. ال 11 كده انت دخلت في تمام. منطقة البسبوسة. تمام يا دكتور. انت كده قلبت بسبوسة. خدت برشام، رحت بعد دكتور خدت برشام يا دكتور دوماكرون 60 حضرتك. كويس. تمام. جيت يا دكتور حللت بعد شهر لقيت النسبة نزلت. تراكمي. بقت كام؟ حضرتك. بقت كام؟ وبعد كده يا دكتور لقيته يعني 8 يا دكتور. لسه شوية. تمام، آخر حاجة يا دكتور عملت تحليل تاني لقيته يا دكتور لقيته 7. الدكتور قال لي وقف البرشام، ما تاخدش البرشام يا دكتور. ليه توقفه ليه؟ لازم السكر تمام. التراكمي يبقى 6.3. تمام يا دكتور، طب انا حللت تاني يا دكتور لقيته 6.1. كويس كده. وقفت البرشام، وقفت البرشام يا دكتور. كويس بس في سؤال يا دكتور حضرتك، بس في سؤال حضرتك يا دكتور. دكتور كل ما اروح معمل يعني ممكن القى النسبة معدية 7، وفي معمل تاني القى النسبة ممكن 6. ادي مش الت... عارف بص بص النتيجة بص دي صح يا دكتور. ادي التمرجي 5 جنيه هيظبط لك السكر. ادي التمرجي 5 جنيه يظبط لك التحليل. لا طبعا يا دكتور لا طبعا ماشي. ما ينفعش الكلام ده، لازم المعمل يبقى الارقام بين المعمل والمعمل لازم تبقى قريبه، ما ينفعش واحد يبقى 6 والتاني يبقى 7. أو ما اعرفش يا دكتور دي ما اعرفش ازاي. لا شوف انت دكتور لقيته 6.1. دلوقتي انا ما باخدش برشام، هو المفروض اخد برشام يا دكتور ولا ما باخدش برشام؟ لا هو دلوقتي لو هو تحت 6.3 يبقى كويس قوي، لازم تنزل تحت 6.3. لو الرقم ده كويس طبعا يا دكتور ممكن النسبة دي تنزل تاني يا دكتور؟ اه بص السكر التراكمي تحت يعني من المفروض من 5 ل 6 البني ادم الطبيعي، لغاية 6.3 مفيش مشاكل. طب ايه يا دكتور النتيجة؟ يعني ايه اللي يخلينا ننزل النتيجة؟ خط قطع. طيب الخط قطع معلش. معانا بنت الرب من القاهرة. الو. ايوه ايوه انا معي. اتفضلي.
دكتور مجدي؟ ابن اخته معاك يا حبيبتي. نعم انا ابن اخته، اتفضل اقفلي التلفزيون وكلميني من التليفون. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ اجي لك بكره تبقي فاضيه ولا انت النهارده فاضيه؟ انا سمعت حضرتك في انجليه شبرا من تقريبا سنه في الجمعه العظيمه، ربنا يباركك كتير ويستخدمك ويتعلمك. انا تعرف. على فكره انا عمري ما رحت الكنيسه دي، انت شكلك بتلخبطه فيا. انجليه شبرا من سنه تقريبا في الجمعه العظيمه. حبيبتي انا معلش عشان بس ابقى، انا عمري ما رحت كنايس انجليه وعظت في الجمعه العظيمه. انت حضرتك الجمعه العظيمه دي انا بوعظ كل جمعه عظيمه في العذراء وماري جرجس بولاق الدكرور بقالي 22 سنه، يبقى انت شكلك متلخبطه فيا. ربنا يستخدمك في ده المكان. شكل واحد تاني يعني، معلش حصل خير. حضرتك سؤالين لو سمحت. اتفضلي. انا اخذت كورونا في 17/10 الشهر اللي فات. كويس. واخدت بروتوكول كورونا والحمد لله خفيت، يعني من خامس يوم ابتدت الحراره تنزل والدور ابتدى يقفل. لكن بعد الكورونا بحس ان انا يعني اقل مجهود بيتعبني، وانا اصلا عليا ضغوط جامده ومسؤوليات جامده، فرغم ان انا ببقى مجهده وتعبانه لكن بقوم باللي عليا فمضغوطه اكتر يعني، فبحس ان انا اتعب زياده 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 ولازم اقوم بالمسؤوليات اللي عليا. فهل ده تاثير الكورونا؟ انصحك يعني بدوائين انصحك بدوائين كم دواء تاخديهم؟ تاخدي فيتامين د وزنك ولاكتوفيرين، ثلاث حاجات تاخديهم هيساعدوكي جدا. فيتامين د وزنك ولاكتوفيرين. فيتامين د وزنك ولاكتوفيرين. لاكتوفيرين. لا الصوت بيقطع، معلش انا كده مش سامع تقريبا، الارسال وحش. طب معلش الارسال قطع. معانا اشرف من سوهاج. الو، ازيك يا اشرف؟ الو اشرف من سوهاج. اشرف مش معانا. سوهاج معانا؟ طيب ولا سوهاج معانا. الاخت اللي كانت بتسالني عن كورونا واضح انها اتلخبطت فيا، ان في ناس كتير اسمهم دكتور مجدي موجودين في السوق وانا واحد من اللي موجودين في السوق، فمعلش هي من محبتها دخلتني في اربعه تانيين ايا كان يعني. فبعد كورونا في حاجه يسموها بوست كورونا سندروم، متلازمه ما بعد كورونا، بسبب العاصفه المناعيه اللي حصلت في الجسم، الجسم بيشعر بالارهاق والتعب، ولو ان الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول الفيتامين د والزنك واللاكتوفيرين او اي مجموعه فيتامينات. اللاكتوفيرين هو سرسوب اللبن، دلوقتي اتعمل في باودر، ولو ان الباودر دي بتحسن علاقة الخلايا بالاجسام المناعية اللي فضلت من الفيروس يعني، فهم دول اللي انا بنصح بيهم يعني. طيب معانا مين؟ طيب الو. ايوة ده مين؟ الو ده حد تلاقي الو يا مايكل خط دخل. ده ابن اختك اللي طلع في التليفون ولا ايه؟ حد غالبا حد جه من بني سويف دخل فجاه يعني، معلش حقكم علينا يا جماعه، معلش الخطوط فيها شويه النهارده في شويه صعوبه في الاتصالات، لكن احنا في انتظار تليفونات حضراتكم. ف يعني ان شاء الله يعني يمكن في حلقه من الحلقات الجايه بس لما تتضح الصوره نبقى نحكي شويه في التقسيمه الجديده لمرض الكورونا، الكورونا المبكره والمتوسطه والمتاخره ومراحل الكورونا وبروتوكولات العلاج، يعني يمكن يبقى عندنا فرصة نتكلم فيها شوية. لكن مبدئيا الناس اللي بتشعر بإرهاق ما بعد كورونا ده طبيعي، ومش معنى ان كورونا خلصت لكن هي بتسيب أثر، لأن هي فعلا بتعمل عاصفة مناعية ضخمة، الجسم كله بيتنشط عشان يهاجم الفيروس، فالنشاط الزيادة في الأجهزة المناعية بيشعر الجسم بالإرهاق، زي ما تكون مضروب علقة أو لفيت التراك بتاع النادي مرتين ثلاثة يعني.
طيب معانا مين؟ طيب احنا في انتظار تليفونات حضراتكم يا جماعة، احنا سعداء ان احنا بنسمع صوتكم يعني، فأي حد يحب يتصل في أي موضوع تحت الأمر معانا. طيب ما اتفضل، مين معانا؟ ألو؟ ألو؟ أيوة اتفضلي يا ماما. أيوة أيوة اتفضلي. ماشي. هو حضرتك معدية صدفة نجوان ولا ايه؟ اتفضلي يا نجوان، انا دكتور مجدي. يا دكتور، انا كنت شاكية من شهر 7، يعني رجعتي ورحت عملت منظار واشعة، يعني قالوا لي جرثومة وتعالجت منه، مش بتحس بالجوع ولا الشبع. سؤالك ايه يا ماما؟ السؤال يا دكتور، اني انا بقول لك يعني انا تعبانه بالمعده، يعني مش بحس بالجوع ولا الشبع. يعني انت عملتي تحليل بعد علاج الجرثومه اللي تيها راحت؟ انا عملت تحليل بس قال هو الدكتور يقول لي يعني عندي الجرثومه، واحد يقول لي ما عندكيش حاجه. لا بصي يا ماما، انت تعملي تحليل دم الاجسام المضاده اللي ضد الجرثومه، ده احسن تحليل. لان لو الجرثومه ما خفتش كاملا هتلاقي نفسك عندك لخبطه المعده دي، فاعملي تحليل دم شوفي الاجسام المضاده ضد جرثومه المعده عشان تطمني، ان لان مرض جرثومه المعده بتحتاج كورسات كتيره شويه. يعني ماليش نفس للاكل ابدا يعني، والاكل يعني ملهوش حلايا معايا يعني. بصي كده علاج الجرثومه ما اكتملش. ما يعني علاج الجرثومه ما كملش يعني لسه. ايوه ما كملش، فانصحك انك ترجعي للدكتور تاني وتعملي تحليل دم تشوفي الجرثومه هتلاقيها موجوده، يكتب لك كورس تاني، الكورس بياخد من 3 ل 6 اسابيع، هتبقي زي الفل. حاضر دكتور، شكرا دكتور. سلامتك، الف سلامه. بنت الرب اسكندريه. الو الو. ايوه اتفضلي يا ماما. الو ايوه انا دكتور. انا دكتور. اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. أنا دكتور، أنا المدام عندها ارتجاع مليء. ألو. أنا سامعك، أنا سامعك، تفضل. المدام عندها ارتجاع مليء. أيوة معايا؟ معاك. ألو. المدام عندها ارتجاع في المريء. أنا شايف أنت متجوز 4 ولا إيه؟ ما أنت قلت لي ارتجاع مريء 4 مرات. معلش الدكتور كتب لها كونتر لوك 40 مللي. كويس. وجاناتون 50 مللي. جميل. الجاناتون كل شهرين. هو الصوت ايه؟ ممكن تقفل التلفزيون وتكلمني من التليفون من فضلك؟ ماشي، انا بكلمك دلوقتي من التليفون مش من التلفزيون. طب اتفضل، انا سامعك. سؤالك ايه؟ طيب ايه السؤال؟ السؤال الكارت الروك دلوقتي احنا لينا 3 شهور ونص ما قدرناش نروح للاستشاري العلاج الهضمي. فايه رحت لدكتور الباطنه قال لي الكونت الروك ممكن يقعد ل4 5 شهور. مفيش مشكله. 50 مللي قال لي ممكن تبطله. مفيش مش رأيك؟ كويس، كلام كويس مقبول. يعني دلوقتي نستعمل كونتالوك بس والجناتون مش ضروري؟ الجناتون قلله للحد الأدنى، خليه مرة واحدة قبل الغداء. مرة واحدة قبل الغداء. لغاية لما ترجع للدكتور بتاعك. كان بيعمل لها حساسية، فيعني بقول للدكتور ما عنديش بديل لي. لا هو لو بيعمل لها حساسيه مش هينفع، هو ملوش، ما فيش غير واحد بس في السوق اللي هو الجناتون ده. لو بيعمل حساسيه انساه بقى. ده بتغرش في جسمها لما بتاخد منه. لا 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 لا، يبقى يقف. لا يبقى يا مقدس توقفه على طول، طالما بيعمل حساسيه توقفه. يعني كفايه كنترلوك. كفايه كنترلوك. هو قال لي لمده 7 5 شهور. ايوه يعمل حاجه الكنترلوك. لا ما يعملش حاجه. لا لا ما يعملش حاجه، بس كمل عليه لغايه لما ترجع للاستشاري بتاعك، ما فيهوش ضرر خالص.
ألف سلامة عليها حبيبي. معانا هالة من أسيوط، ازيك يا هالة؟ ازيك حضرتك يا دكتور؟ صدقيني الحمد لله، وانت بالصحة والسلامة. يا دكتور، عندي ابني عنده 13 سنة، تعبني خالص، مش عارفة أتفاهم معاه. ماله؟ هو في حاجات حلوة، سن مراهقة، مش عارفة أتعامل معاه. هو في حاجات حلوة يعني، بيخاف ربنا، بيحبني، صريح معايا وصديقي، ولكن مشكلته طبعا استفزاز، ان هو اتكلم ما بيردش عليا، غير قادر تماما للنظام او تحمل اي مسؤوليه معانا في البيت، غير متعاون تماما، بحاول ان انا اخليه يتعاون في اي حاجه، صعب، مش بيرضى يسمع كلامي لما اكلمه، حتى مش بيرضى يتجاوب معايا نهائي، فده تعبني. ازاي اتعامل معاه؟ هسألك سؤال الاول، هسألك سؤال يا حبيبتي، لو انا سألت ابنك قلت له انت زعلان من ماما في ايه، يقول لي ايه؟ عصبية يمكن، الله عصبية. يبارك لك، انت كده جدعه، انت كده جدعه، جبتي المفيد. ولادنا لما بيحسوا ان احنا عصبيين، يعني احنا مش فاهمينهم، يعني احنا مش بنحبهم، يعني احنا بنديهم اوامر، يعني احنا بنتحكم فيهم، على طول يقفلوا مننا. انت كده جبتي المفيد. عايزه تقربي من ابنك؟ لازم تبطلي عصبية وزعيق ونقد وتوجيهات، عشان الولد يبتدي يحس بيك ويحبك. هما الولاد في السن دي بيبقوا عصبيين ومش قادرين يستحملوا، وعندهم ثورة هرمونات ومتعصبين، فالعصبية بتاعتك مع العصبية بتاعتهم الدنيا هتولع نار. هو في عالم تاني يا دكتور، ده مضايقني، معلش، هو فده دلوقتي اللي سبب النرفزة. شوفي هقولك حاجة كويسة، عشان موضوع المراهقة ده أصلا موضوع كبير قوي، فانا انصحك نصيحه كويسه. حضرتك خش على انت عارفه اليوتيوب بتاعنا اللي احنا عاملينه على اليوتيوب، خش على قناه اليوتيوب واكتبي المراهقه، هتطلع لك محاضره طويله انا بتكلم فيها على 9 نقط في المراهقه، هتساعدك جدا. هنتكلم على المراهقه والعلم والتعليم والثقافه والتربيه والعلاقه بالاهل. هتفيدك جدا جدا جدا، ارجعي اسمعيها بالراحه، هتلاقي فيها دروس مهمه قوي للتعامل. اهم حاجه فيها إن الولد ما بيحبش لا نصايح ولا توجيهات، عايز قرب وتفاهم، لأنه كبر وحاسس إن ماما وبابا بقوا عاملين عليه زي الديكتاتور اللي بيتسلط على تصرفاته، فبيبقى كاره نفسه ومش قادر يتفاهم معانا. فاسمعي المحاضرة دي، حاضر يا هتفيدك دكتور، قوي قوي، وهتلاقي فيها إجابات على أسئلة كتير عندك يعني. هاي معانا بنت الرب من أسيوط. ألو ألو، بنت الرب من أسيوط. ألو، بنت الرب من أسيوط. ألو ألو ألو، بنت الرب من أنا دكتور مجدي يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنة وانت طيب. انت فاصلة شحن ولا حاجة ولا ما؟ حطي الشاحن في الفيشة يا ماما. ماشي، كل سنة وانت طيب. حطيتي الشاحن في الفيشة؟ كل سنة وانت طيب. انا بقى كنت باخد مكونات كثيرة، باخد انا لسه صدق ما سامع حاجة خالص. حتى ان هو ممكن تعلي صوتك شوية من فضلك؟ خط قطع، معلش. لو بنت الرب من اسيوط تحاول تكلمنا تاني يبقى ممتاز. معرفش الخطوط النهارده تقريبا في مشكله في الشبكه ولا حاجه، مع اني يعني معلش معلش، ان شاء الله كل حاجه تتحسن ان شاء الله. معلش يا جماعه، اللي بنعتذر لاي واحد مش بنعرف نتواصل معاه، الشبكه بتقطع، فاللي خط قطع معلش يتعب ويحاول تاني. ونصيحه، لما تتصلوا اقفلوا التلفزيونات واسمعوني من التليفون، حتى لو التلفزيون قدامك يعني، يا تقفله يا توطيه على الاخر وما تبصليش في التلفزيون خالص، اسمعني من التليفون هرد عليك يعني. طيب معانا حد من اسكندريه، مين معانا؟ ايوه دكتور، مساء الخير. مساء النور. انا كوكب من اسكندريه. اهلا بيك، اتفضلي تحت امرك. انا بحل بعز حضرتك قوي يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. ربنا يبارك لك وانت بالصحه والسلامه. انا عندي يا دكتور
دكتور سكر وضغط، وكنت عاملة عملية زرع كورنية من 6 سنين كده، وبعدين النسيج تلف بتاع عيني، فالدكتور مرشحني العملية الأيام دي، فمش عارفة يا دكتور أعملها ولا إيه. أنا عندي 65 سنة. بص لما عمرك يبقى 150 نتكلم. مفيش مشاكل خالص. زرع القرنية دي عملية بسيطة خالص، طالما السكر مظبوط والضغط مظبوط ومفيش سيولة في الدم، العملية ما بتاخدش وقت، دي عملية سهلة جدا يعني. طيب يا دكتور معلش هسأل حضرتك سؤال تاني، معلش. هتزرعي حاجة تانية؟ أنا بيبقى شائع دايما. ناوية تزرعي حاجة تانية مع القرنية ولا خلاص؟ لا بالنسبة لجسمي بقول لحضرتك درجة حرارتي بتبقى واطية جدا، يعني ببقى ساعة جسمي ساعة طول الوقت. ثواني، انت حرارتك قليلة ولا انت حاسة انك بردانة؟ لا لا حرارتي حرارة جسمي. طب انت شتاء وصيف ولا في الشتاء بالذات؟ لا في الشتاء وفي الصيف، في الشتاء وفي الصيف. طيب قولي لي، جسمك بيبقى ساقع في كله ولا في الأطراف بس؟ لا في كل جسمي، في كل جسمي. هو انت عندك اي امراض بتعاني منها؟ عندي سكر وضغط. الغدة الدرقية اخبارها ايه؟ لا كويسة الحمد لله. حللتيها يعني؟ الحمد لله. امتى حللتي غدة درقية؟ من قد ايه؟ انا ما حللتش بس ما اشتكتش بيها خالص. لا شوفي هقول لك حاجة، اشهر اسباب درجة الحرارة المنخفضة لما الغدة الدرقية تبقى خاملة شوية، ودي ما بتبانش غير في التحليل، فانت تحللي حاجة اسمها تي 3 وتي 4. لو لقيتيهم قليلين هتاخدي تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، ثلاث حاجات، تي 3 تي 4 تي اس اتش. لو لقيتيهم فيهم مشكلة هتاخدي علاج، لو ما فيهمش مشكلة ولا كأن في حاجة، تدفي نفسك وخلاص. ومن فضلك بالمره من فضلك كمان اعملي، شكرا، بالمره بيعملي تحليل دم. حاضر. الف الف سلامه. العفو ستي، تحت امرك. بنت الرب من سوهاج. الو. ايوه اتفضلي. بنت الرب من سوهاج اطفي التليفون. انا عايزه اكلم الدكتور مجدي. صدقيني انا هو يا ماما، انا قاعد هنا بقالي 3 ايام. اطفي التلفزيون وكلمني من التليفون. حاضر ماشي. طيب اجي لك بكره تكوني فاضيه؟ ماشي انا في الوقت. طب ما تزقيش. طيب ماشي حاضر. انا دكتور مجدي يا حبيبتي. ماشي. طب ما انا كليسه ما اكلم حد. طب يا دكتور يا امي اقفلي التلفزيون. الله يبارك لك، اقفلي التلفزيون. قفلته. والراديو. ماشي قفلته. والغساله، اقفلي الغساله بالمره لو شغاله. ماشي حاضر. نعم. بقول لك اختي يا دكتور. قولي. اختي دراعها اليمين من تحت الكوع بينمل عليها، وبالليل القفه يعني تحت القفه عند الصوابع بتبقى بتغلى عليها غليان كده واعي، ولما ترفع ايدها تتكلم بالتليفون تغلى عليها برضه. دي راح اكتشفت في المستشفى ادها روماتين مرهم وبرشام باراسيتامول. كويس. بس برضه زي ما هو. لا دي دي عندها التهاب في العصب وهتحتاج تزور دكتور اعصاب. طب من ايه يا دكتور؟ ممكن تكون بتشيل حاجات ممكن تكون بتشيل حاجات تقيله، لو عندها عيل بتشيله، عندها غسيل بتشيله، عندها جوزها بتشيله، عندها حماتها بتشيلها، بتشيل اي حاجه يعني. ماشي. بتشيلك انت؟ ممكن يكون زعل مثلا ولا حاجه. زعل يبقى في كحه اليمين؟ هتزعل في كحه اليمين ازاي يعني؟ من تحت الكوع الدراع يعني. هو الزعل ما بيجيش في الكوع يا ست الكل، حبيبتي مفيش زعل في الكوع اليمين خالص، ما اخترعوش المرض ده خالص، لسه اول ما يطلع هقول لك عليه، مفيش كده. دي بتستخدم. من تحت الكوع يا دكتور بينمل دراعها. صدقيني سمعتك وحياة غلاوتك سمعتك. تحت الكوع بينمل، ده العصب اللي اسمه الالنر نيرف. دكتور اعصاب؟ ده عصب مشهور بيمر تحت الكوع اسمه الالنر نيرف، ده معناه ان حملت عليه، حصل شد في العصب. وقولي لها ما تشيلش حاجات تقيله.
طب وهي القطره اللي بتنام من عليها قوي يعني؟ ما نروح بقى للدكتور بالمره، طالما هتكشف يكشف على كل عصب، ياخدهم عصب عصب يعني. الف سلامه، الف سلامه. معانا تليفون من القاهره. الو. مساء النور. الدكتور مرد معايا؟ لا، بنت خالته. هيكون مين يعني؟ ما انا اللي على الهوا، وفي غيري؟ معلش يا دكتور. معلشك، معاكي، اتفضلي. انا بس عندي مشكله، عندي ابني عنده 11 سنه. ايوه. كان عنده كهرباء في المخ، اثرت معاه في الذاكره. دلوقتي الكهرباء مشي، يعني خد العلاج ومشي. المشكله معاه دلوقتي اللي هو بينطق كل حاجه، ومتابع مع جامعه عين شمس اللي هي المركز التخصصي. ايوه. النسيان مش عارف حاجه خالص يعني. هي الكهرباء راحت ولا لا؟ ثواني يا ماما، الكهرباء راحت يعني خلاص رسم المخ نضيف؟ الكهرباء راحت، ادي اكتر من 4 سنين دلوقتي، بس المخ يعني كل حاجه بتتاثر معاه اكتر يعني. طب قولي لي، عملتي اختبار ذكاء ولا ما عملتيش؟ عملتي اختبار ذكاء؟ عملت حضرتك اختبار ذكاء طلع 71. لا ده قليل جدا، هو بقى ده اللي عاوز علاج. ومتابعة صعوبات تعلم. ايوه. في المركز زي عين شمس، بس اديله فترة جامدة يعني، اديله احسن 4 سنين بياخد صعوبات تعلم. صعوبات تعلم، ولازم تعرضيه على دكتور اطفال يكون يكتب له ادوية تنشط الذاكرة. ما انا بعرضه فعلا يا دكتور، بس مفيش حد يعني. معلش، هو بصي عند رقم 70 بيبقى التحسن بطيء جدا. معلش، ده غصب عنه وعني وعنك. درجة المدرسة عن كل ورا دم، بس يعني عشان مش عارف حاجة خالص. معلش، هو دلوقتي لو عاوزة نصيحتي، الولد ده هيخش حاجة اسمها دمج، دراسة الدمج دي أسهل له، الدراسة العادية مش هيمشي فيها. اعملي له تنمية مهارات. بس هو أثرت معاه طبعا، المدرسة ماشية حاجة والمستشفى ماشية حاجة، عشان المدرسة ما تلاقيش دمج غيره هو، حالة واحدة بس. ايوه معلش، لغايه لما تلاقي مدرسه دمج عشان ما يتعثرش في الدراسه. عند رقم 70 الدراسه العاديه ما بتنفعش. معلش، هو هيتعلم دمج، وان شاء الله لما يكبر شويه نوديه حاجه فيها تعليم مهني، مش تعليم يعني نظامي. التعليم المهني اللي هم بيعلموا حرفه تبقى اسهل له 100 مره. وان شاء الله ربنا يمد ايده بالشفاء. افندم، ادور انا على مدارس الدم. يعني خلصي خلصي السنه دي كده، ومن السنه الجايه تدوري له على مدارس دمج ان شاء الله. تحت امرك يا ماما. معانا مينا من سوهاج. ازيك يا مينا؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. دكتور، انا جاني كورونا كده في شهر 3، ورحت عملت اشعه مقطعيه على الصدر تمام عشان اشوف الدنيا واصله لفين. فلما دخلنا على جهاز الاشعه المقطعيه كنت لابس سلسله فيها صليب، فهو راح عمل لي السي تي مرتين ورا بعض في نفس الدقيقه. رحت بعديها بشهر كده عملت اشعه ثانيه اطمن اشوف الدنيا وصلت لفين. وبعدين قريت على الفيسبوك كده ان الاشعه المقطعيه اللي بيتعرض لها ممكن يتصاب كانسر، يتصاب حاجات زي كده. لا ده حضرتك لما يعني. ده حضرتك لما تنك داخل طالع في الاشعه 3 مرات في اليوم. 3 مرات، انا عملتها مرتين ورا بعض في نفس الدقيقه. ولا يهمك، لا 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 لا، ما بلاش توسوس، ما فيهاش حاجه خالص. طيب تمام يا دكتور. طب السؤال الثاني، انا من ساعه ما اصبت بكورونا من شهر 3 لدلوقتي عندي سرعه في ضربات القلب يعني حاجه غير عاديه، ما اعرفش ليه كده. بتوصل كام؟ عملت رسم قلب. ثواني، الضربات بتوصل كام؟ بتوصل يا دكتور في وقت الراحه ممكن من بين 95 لممكن 105. بص، الدكتور بتاعك اللي بيعالجك هيكتب لك حاجه تهدي ضربات القلب، كورس لمده 3 اسابيع كله هيتحسن. في دواء مشهور بس مش هينفع اقول لك اسمه، بيتاخد 10 مللي مرتين في اليوم لمده 3 اسابيع كل حاجه ترجع طبيعيه. ده طبيعي الكورونا من ضمن الاعراض بتاعتها على القلب يعني. تمام، ملهاش يا دكتور اي تاثير على عضله القلب نفسها؟ الله يبارك لك، طلع الموضوع من دماغك. طالما عملت ايكو والدنيا كويسه ما فيهاش حاجه، هي بتاثر بس على طفيره الكهرباء اللي في القلب يعني. تمام يا دكتور، الف سلامه عليك. ما فيش اي حاجه؟ لا لا، ما فيش حاجه خالص. تمام،
معانا بنت الرب من القاهرة. ألو بنت الرب من القاهرة. أيوة يا دكتور، أنا اللي كنت مع حضرتك اللي بسأل على متلازمة الكورونا والخط قطع. في برضو بعض الحاجات تاني، الدراع عندي اليمين بحس بوجع شديد في الدراع كله، هل ده برضو من متلازمة الكورونا؟ لا، وجع دراعك ده سوء استخدام، بتشيلي حاجة تقيلة، بتحملي حاجات على او بتوطي وانت بتمسحي او بتكنسي كده يعني، لكن ده ملوش دعوه بالكورونا. لا ملوش دعوه. لا، التهاب المثانه، من التهاب المثانه حصل من كام يوم، ان البول كان دم. ثواني حبيبتي، انت بتلمي عليا الشارع ليه؟ هو انت جسمك كله ضارب ولا ايه؟ انت لميتي عليا الشارع. انا ماشيه في 68. ثواني، هو في حاجه في جسمك سليمه الاول ولا كله ضرب؟ لا، اشكر الرب سليمه. بصي كل حاجه من اللي انت بتحكيها، كل حاجه من اللي انت بتحكيها موضوع ملوش دعوه بالتاني. المثانه والدم اللي فيها ده احتقان في المثانه، تروحي لدكتور مسالك تعملي تحليل بول، تاخدي مضاد حيوي مطهر لمجرى البول، يرجع شعرك اصفر وعينيكي خضراء على طول. هو انا حاليا باخد مطهر للبول. يا دي الامتحانات اللي بتعملوها لي على الهوا، ما صح كده يا حبيبتي؟ صح، بس المطهر بس لما ببطله مره بيرجع الحرقان. انت عملتي لكن الدم اتقطع. حلو، بس انت عملتي تحليل بول ولا بتاخدي مطهر من دماغك؟ لا، هو الدكتور اللي مسالك بالتليفون. طيب، قال لي خد المطهر. كويس، تابع المطهر. والتحليل عادي. طيب كملي على المطهر بتاعك. التحليل طبيعي. بتعملي ايه؟ اخدت عملت التحليل كويس. خلاص، علبتين مطهر. كويس، خدي العلبتين دول. بعد كده بقى اشربي سوائل كتيره واشربي ميه شعير. ماشي. عارفة مية الشعير؟ لا خالص خالص. شكرا. مية الشعير مهمة قوي، او اللي بيسموه عصير التوت، الاتنين دول كويسين جدا، بينضفوا المثانة زي الفل. مية الشعير زي البريل، وعصير التوت اللي بيسموه كرامبيري جوس. ايوه. ازيك يا اشرف؟ مساء الخير يا دكتور. الحمد لله، ازيك انت؟ مساء النور. حضرتك كنت عملت منظار، طلع عندي قرحتين في القولون المستقيم. طلع عندك ايه؟ قرحتين في القولون المستقيم. اقف في حته فيها ارسال، مش سامعك خالص. سامعني كده يا دكتور؟ ايوه، اتكلم بالراحه، اقف في حته فيها ارسال. بقول لحضرتك كان عندي، عملت منظار شهر 9، كان عندي قرحتين في القولون المستقيم. تمام. بعد كده رحت طبعا مشيت مع الدكاتره، فبيقولوا لي ده الموضوع ده مطول. مظبوط. الكلام ده يا دكتور؟ بيطول بس له علاج، ما تخافش. طيب، باخد حاجه اسمها بنتازا. بنتازا ممتاز. طيب، بعد كده رحت للدكتور النهارده، قال لي لا خلاص وقف البنتازا، اداني حاجه اسمها زيجوستين، وحاجه اسمها كولونوفرين، وحاجه زي كده للقولون. كويس. فانا خايف ان انا ابطل البنتازا والقرعه دي اسيبها كده يعني. لا، شوف، هو الامور صح كده، قرار انك توقفه او ما توقفوش مرتبط بالاعراض، في دم، في مخاط، في الم، المنظار سليم ولا مش سليم. ده القرار. انا ما اعرفش انت عملت ايه بقى، الدكتور قال لك بطله على اي اساس؟ انا هو في كنت بتحس القولون المستقيم، فقال لي لازم تاخد المارسليز وبعد كده تاخد البنتازا، جربت كذا حاجه يعني. هما الاثنين اخر حاجه البنتازا، الاثنين زي بعض، والبنتازا بيتاخد لفترات طويله ما فيش منه ضرر، بس اخده ووقفه ما ينفعش على الهوا اقول لك كده، لازم اعرف القرح خفت ولا ما خفتش، لان نوبات الالم والمخاط والدم بتيجي، نوبات بتيجي وتروح. هو حضرتك ما فيش دم، هو بس مخرط كده نازل على طول. ما هو انت لو سبت ده انت تحمد حي ومنع، وبعد كده النهارده في مخرط، فالنهارده رحت له قال لي لا بطل البنتازا. طب انت معلش، ممكن يعني معلش بعد اذنك، طالما الدكتور بتاعك قال لك، انت بتسالني الان اوقف البنتازا ولا ايه؟ لا، اللي ياخد القرار معاك الدكتور بتاعك، انا ما اقدرش من غير ما اشوف لا تحاليل ولا منظار
ولا متابعك من الاول، اقول لك تاخد ايه وما تاخدش ايه، شوف الدكتور بتاعك اللي انت رحت له، ناقشه في الموضوع، قول له اوقفه ليه وهل هيجي لي تاني، لان القولون التقرحي ده موضوع زي المرض المناعي بيجي ويروح، فالدكتور ممكن يقول لك خده فترة وما تاخدوش فترة. الف سلامة عليك، تحت امرك حبيبي. معانا عاطف من القاهرة، ازيك يا عاطف؟ الو عاطف من القاهرة، يا عاطف يا عاطف، أنا ماشي مع حضرتك. تفضل حبيبي أنا سامعك. أي فندم. تفضل. مساء الخير يا فندم. مساء مساء الخير يا النور، دكتور مجدي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنا كان ليا استفسار بس عن حاجة، عن عقار اسمه البركة ستيم. كويس. ده بيأثر حضرتك؟ أنا يعني ليا فترة طويلة، يعني مثلا حسبة 5 سنين أو 6 سنين بتاع يعني باخده. بيأثر على الخلفة وكده ولا؟ لا هو ما بيأثرش على الخلفة، وبيأخر القذف شوية. لكن ما يأثرش على الخلفة. لا ملوش علاقة بالخلفة، له علاقة بالعملية، العلاقة الحميمة بينك وبين المدام. يأثر على القذف ويعني يضعف سنة موضوع العلاقة لو خدته بجرعات كبيرة لفترات طويلة. لازم الدكتور بتاعك يراعي الحتة دي، ولو انت عندك شكوى تقولها له عشان يكتب لك حاجة تساعده. تمام. طب فترة ان هو ليه 6 سنين، هو المفروض بيأثر على كيمياء مخ، بيأثر على حاجة؟ لا هو انت عندك اكتئاب مزمن كده من الكلام اللي بتقوله، كده واضح ان في اكتئاب مزمن. تمام. اكتئاب مزمن ده بنقرر ناخد الدواء، لو اول نوبة اكتئاب بناخد الدواء لمدة 6 شهور سنة، تاني نوبة سنتين، تالت نوبة 3 سنين، رابع نوبة بينصح بأخدان الدواء كوقاية طول العمر، مفيش منه مشاكل الدواء يعني. تمام بس تمام الباروكسيتين في منه 12 شكرا ونص لحضرتك. وفي منه 25، شوف أقل جرعة وخدها. أقل حاجة لو كنت باخد 40 مثلا، الباروكسيتين مفيش منه 40، باروكسيتين كان زمان بيعمل. اتفضل. نعم الباروكسيتين 20 ده تقريبا ما بقاش موجود في السوق، اللي موجود دلوقتي يا 12 ونص يا 25، تمام يا فندم. عملوه ممتد المفعول وده تمام. افضل شوية. تحت امرك من اي وقت. مين؟ ازيك يا سميحة؟ سميحة ايرلندا. الو سميحة ايرلندا، ايرلندا سميحة. طب سميحة من ايرلندا، مفيش ايرلندا حتى ولا سميحة؟ طيب واضح ان الخط مش موجود، معلش تحاولي تتواصلي معانا تاني يا سميحة. طيب يعني نحاول نشوف سميحة تاني او اقرب تليفون ونخلي اخر تليفون ان شاء الله. معلش يا جماعة احنا بنكرر اعتذارنا النهاردة، الاتصالات مش احسن حاجة، يبدو ان الشبكة فيها مشكلة وناس كتيرة بتتأخر، معلش لكن ان شاء الله كل ده يتم تدرجه، اذا ان في ضغط على التليفونات مأخر التواصل معنا. انا في انتظار تليفون حضراتكم. في حد تاني موجود؟ طيب سعداء بيكم باتصالاتكم بمكالماتكم، وفرحانين بالتواصل معاكم والأسئلة اللي في كل المجالات، وأنا أشكركم على ثقتكم. طيب معانا باسم من المنيا، ازيك يا باسم؟ ايوه يا دكتور مجدي، مساء الخير. مساء النور، اتفضل. مساء النور. عندي سؤال بس حضرتك. اتفضل. عندي دموع في العصب البصري، ورحت لكذا دكتور قال لي مفيش فايدة. العصب البصري فيه ضمور والدكاترة قالوا لك مفيش فايدة. طيب هو في نظر، بالظبط يعمل ايه؟ هو انت قست، بالظبط يعمل ايه؟ بص هقول لك حاجة، العصب البصري عصب ملوش حل
خالص علاجي غير عملية زرع عصب، والعمليات دي مش متوفرة خالص. زرع عصب، زرع عصب، وزرع العصب ده مش متوفر غير في مراكز معينة في الخارج. فأنا أنصح حضرتك تشوف دكتور شبكية أو دكتور نظر متخصص في الشبكية، يمكن يقدر يساعدك في أنه يوجهك لمركز متخصص بره مصر. دكتور شبكية بالظبط كده. دكتور شبكية؟ أيوة. طب ماشي، شكرا لحضرتك. ألف 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 سلام عليك. أه بشوي من القاهرة، ازيك يا بشوي؟ ازي حضرتك؟ عامل حضرتك بخير دكتور. حبيبي اتفضل أنا معاك. دكتور بس كنت كان جالي من 3 سنين كده تقريبا سكر وضغط، تمام؟ وبعدين كنت باخد للسكر جينوميت 50 على 1000 وللضغط ايزابيل، وبعد كده غيرته لكوابروبال 300 على 12.5. كويس. تمام. وجيت في وقت كده رحت موقف الكوابروبال من نفسي، يعني قلت هشوف الضغط هيزيد ولا لا، وابتديت اقيس الضغط لقيت الضغط مظبوط. كويس. تمام. فكان البرشام دوت الدكتور كان قال لي ان هو بينزل ما بيعديش، يعني بيعمل عشان خاطر في خلال المفروض ان هو مش عارف يعدي من الكلى للبول حاجه كده يعني. كان في ايديني كورون برضه عشان خاطر الموضوع دوت، فهل كده يعني اضر الكلى في حاجه ولا هو اداك ايه؟ ما سمعتش. كو ابروفان 300 على 12.5. انا عارف ايه اللي حصل، وقفته وبعدين اداك حاجه مكانه؟ كنت بعمل تحليل بقى اللي هو تجميع الزول اللي هو بتاع الزلال اللي بيعدي من أيوة. 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 شوف هو احنا بس كنت محتاج اعرف. في مرض السكر في مجموعه دوائيه اسمها الاس انهبيتور او الاي ار بيز، من ضمنها الكو ابروفال. فالمفروض طالما عندك تمام. سكر تاخد وقايه للكلى عشان يمنع رشح البروتين من حويصلات الكلى. فلازم اذا الكو ابروفال ده كان تقيل عليك يكتب لك صنف تاني، يعني يا هو يا صنف تاني بس من نفس العيله. لكن انا بتكلم ان هو ان هو ليه يعني عشان خاطر الضغط، انا مش عايز اخد خاطر يعني انا يعني حسيت ما في عندي ضغط فمش عايز يعني اضر الضغط وكده. لا هو لازم يتاخد، حتى لو خففت الجرعه ما فيش مشكله، بس لازم يتاخد. لازم يتاخد هو او اي حد شبيه له، اي دواء شبيه له، يعني نفس العيله الدوائيه ممكن. تمام. وصلت الفكره؟ تمام. الف سلامه. تمام تمام يا دكتور. تمام. عندي برضه مشكله اعرف ممكن. ايوه اتفضل. انا بس كان بس كنت عايز اعرف يعني ايه هو فرط الحركه، لو انا محتاج اعرف يعني وايه الاعراض او ازاي اعرف ان الطفل عنده فرط الحركه. بص عشان الوقت بس للاسف الحلقه بتخلص، حضرتك ممكن تخش على اليوتيوب بتاعنا وتكتب فرط الحركه وقله الانتباه، هيطلع لك الحلقه بالكامل عليها 14 عرض لفرط الحركة، ممكن تسمعها بالكامل هتفيدك جدا الحقيقة. تمام. بعتذر لحضراتكم كالعادة، التليفونات قفلت على صوابعنا قبل ما الحلقة تخلص. طيب احنا بس بنفكركم ان الفيسبوك بتاعنا هو دكتور مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. معلش الصورة مش موجودة، لكن هو اسمه دكتور مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة اللي هي غير يعني غيرها احنا مش ملتزمين بيها يعني. ونفس اليوتيوب بتاعنا اسمه دكتور مجدي اسحاق بالعربي او بالانجليزي، عليه كل الحلقات بتاعتنا. بنفكركم ان الحلقة بتاعتنا بتتزاع كل يوم 3-8 مساء، تتكرر الاربع بكرة ان شاء الله الساعة 2 الظهر، ثم اخيرا يوم الجمعة الساعة 5 بعد الظهر. كان لي عظيم الشرف اكون موجود معاكم، والمره الجايه ان شاء الله عندنا موضوع شيق جدا انتظرونا فيه ان شاء الله، يعني هيبقى موضوع جديد لاول مره هتكلم فيه، ان شاء الله ينال اعجاب حضراتكم. الى ان اراكم في الحلقه القادمه، اجمل وارق واحلى الامنيات، تصبحوا على مليون خير.